لو الحكايه فيها ان فيتو مش البداية احكي لك. انا اسمي جورج سمير، انا كنت في جاي من جامعة 6 اكتوبر في كلية سياسة واقتصاد، كنت جاي انا وصاحبي. احنا اصلا نشطاء، يعني انا اصلا ناشط، كنت في حركة مينا دانيال وكنت ناوي اروح الزرقاء، دي حقيقة. ولكن احنا جينا اصلا من الجامعة متأخرين، وكان عماد ده اصلا ملوش دعوة بالسياسة، وهو اصلا حياته كلها ما هو تبع يعني فلوس، هو اصلا من اسفين يا ريس تبع حل تكمل جميلك، وهو اصلا يعني من اساسا هو مش دعوه اصلا بالثوره من بدايتها لغايه نهايتها. واحنا جايين مع صحابنا، كان معانا بنتين، قلنا هنروح نشتري لبس العيد وكده. اتقابلنا وبعد كده كنا عند دانس اونجر فور. انا بصيت لقيت مره واحده بيقول لي تعالى قابل الاستاذ، اتخيلت في المدرعه، قعدت اتضرب في ايه مش في ايه، البدله اللي انت لابسها ده انا اخوك، ده انا عيب، ده انا محمد كمل جميلك، يا جدع عيب، ما يصحش اللي انت بتعمله ده، انا مسيحي، يعني انا مستحيل ان انا اكون مسيحي واكون انا ضد النظام، او اكون انا مثلا ضد، او انا مع الاخوان، يعني انا فهمته حاجه زي كده. ضربت اكتر لغايه لما اتعذبت، انا ما شفتش صاحبي حتى الان اتاخد معايا في المدرعه. وبعد كده المدرعه دي بتمشي بينا خطوه تلاته، لغايه لما قعدوا يعبوا شباب كتير. انا ما اعرفش انا كنت فين، يعني انا لما ركبت المدرعه انا ما اعرفش انا كنت فين. اهم حاجه ان كل شويه ظابط يطلع يضرب وينزل، العساكر تضرب فينا، الشنطه كانت معايا، الساعه اتاخدت، التليفون اتاخد، تليفوني لما اتاخد مني. وبعدين ايه، لقيت لك الظابط بيقول له ايه، اخو فاطمه دي كانت زميلتي، انا نزلت عشان اشوف اختي وكده، كلمت الظابط قلت له انا كذا كذا، قال لي احنا كنا مشغولين فيك ومشاني. قلت له طيب انا اتاخد مني تليفوني، قال لي مين اللي خد منك تليفونك؟ قلت له العساكر، قال لي اطلع خد منه التليفون. انا حاولت اطلع المدرعه عشان اخد التليفون من العسكري، قلت لك العساكر اتجمهروا عليا وضربوني تاني، قال لي انت رايح تشتكينا للظابط يا ابن المره كذا 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 كذا. نزلت للظابط قلت له ضربوني، قال لي مين اللي خد منك التليفون؟ قلت له هو ده، جاب العسكري. والمهم ايه، وقفني شويه في حدود ربع ساعه 10 دقايق كده يعني، راح جاب لي التليفون، سالته على اصحابي، قال لي اصحابك روح. وانا ماشي بقى كان وشي كله مورم، لان كانت يعني بقى لها 3 4 ايام من يوم الاثنين. وانا ماشي قلت هركب محطه عماد نجيب، انا طمنت ان اصحابي مشوا، فقلت انا هركب محطه عماد نجيب. وانا ماشي اصلا مسكت تاني، قلت له انا لسه متسافر الحته دي كذا 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 كذا، بس فروحت اسال على عماد ده في البيت، عماد مش موجود في البيت. اسال على عماد فين، لقينا في اسم السيد، متهم ان هو حرق اثنين عساكر وكذا كذا، ولا هو اصلا كان موجود، ولا هو اصلا كان في مجلس الوزراء، والكاميرات اللي هم بيقولوا عليها اللي هم مصورينهم، ولا واحد من المتاخدين دول موجود اصلا في الكاميرات. هو من اسفين يا ريس، انت قلت هو اصلا من اسفين يا ريس، وفلول يعني بص يعني ما اقدرش اقول لك ان هو اصلا، هو حتى عمره في حياته ما شادهم ظابط، وعمره في حياته. انا حتى طلعت ظابط قلت له، يعني قلت له احنا بنعتبركم انتوا اخواتنا، البدله اللي انت لابسها دي انا هلبسها في يوم من الايام عشان بخدم الوطن، قال البدله دي للرجاله واحنا جزورنا جزور رجاله.